فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 4 كيانات تعمل كشركات واجهة لتزويد تكنولوجيا الطائرات المسيرة الحساسة للجيش الروسي وميليشيات طهران التي تزعزع الاستقرار في المنطقة. جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أكدت من خلاله بأن شركات إيرانية تتبع شركات مدرجة مسبقاً على قوائم العقوبات قامت بتزويد المواد والتكنولوجيا الحساسة للصواريخ البالستية والمسيرات، كما تستخدم في ارتكاب أعمال إرهابية عبر عشرات الهجمات التي تشنها إيران ووكلائها في الشرق الأوسط، والتي من بينها تهديد الحوثيين للملاحة الدولية، مؤكدة بأن الولايات المتحدة ملتزمة باستخدام جميع الوسائل المتاحة لمحاسبة الأفراد والكيانات التي تساهم في أعمال النظام الإيراني التي تزعزع الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط والحرب الروسية ضد أوكرانيا. وفي شأن الفلسطيني، التقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربا ليف لبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة. وخلال اللقاء ناقش الجانبان تداعيات الأزمة الإنسانية الراهنة وأسلوب لضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بوتيرة مكثفة ومستدامة. كما أكد وزير الخارجية الإماراتي على الأولوية الملحة للتوصل لوقف مستدام لإطلاق النار وإنهاء التطرف والتوتر والعنف الذي تعاني منه المنطقة، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني الذي يعيشه الشعب الفلسطيني الشقيق تحت الاحتلال الإسرائيلي يتطلب تكثيف المساعي المبذولة من كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لتقديم الدعم الإنساني للمدنيين بشكل مكثف ومستدام. وفي الإطار الإنساني، التقى رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الشيخ حمدان بن زايد كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغاريد كاجا لمناقشة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. وخلال اللقاء بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات ممثلة في ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والأمم المتحدة ومجالات الشراكة في المجال الإنساني، إضافة إلى استعراض أفضل السبل الكفيلة بإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في قطاع غزة. وشدد حمدان على ضرورة تأمين ممرات إنسانية عاجلة لتمكين المنظمات الإقليمية والدولية من القيام بدورها في تقديم المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة. وفي ذات الإطار، أبحر سفينة المساعدات الإماراتية الثانية وعلى متنها أكثر من 4500 طن من المواد الإنسانية متجهة إلى مدينة العريش تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم الثالثة الإنسانية. تحمل السفينة التي انطلقت من ميناء الفجيرة أكثر من 4300 طن من المواد الغذائية وأكثر من 150 طن من المواد الإيوائية و87 طن من المساعدات الطبية التي تم تأمينها من قبل مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني أكثر من 15,000 طن من المساعدات وأكثر من 150 طائرة مساعدات إنسانية.